يقول الشيخ سعيد الخروصي: وألزم القلب أذكارا لتعليه في تخميس البردة، وألزم القلب أذكارا لتعليه، اللي يشتكي من قلة إقبال على الله، واللي يشكي أنه ما عنده مذاقات إيمانية ولا عنده سمو إيماني ولا عنده ارتقاء وجداني، ينقذ كل بذكر الله. الذكر يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والذكر فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر.